مرات أخرى للأسف السلطات والأجهزة مرات أخرى تعطي صورة سيئة للمغرب في مجال الحريات، في مجال الحق الدستوري، الحق الكوني في التظاهر السلمي. هاد السنة أكثر من 4 مرات الدولة تتبنى على الكونفدرالية الديمقراطية. الكل مسموح له أنه يخرج الشارع إلا الكونفدرالية الديمقراطية. منعونا مفاتيح ماي، منعونا من التظاهر مسيرات إقليمية، ومنعونا من المسيرة الوطنية 4 جوان. واليوم مرة أخرى العقل الذي يواجه الكونفدرالية الديمقراطية الشغل يستهدفها في نضاليتها. علاش هذا الاستهداف؟ لأن الكونفدرالية الديمقراطية الشغل ومن خلال قطاعاتها وعلى رأسها إخواننا في التعليم والعديد من القطاعات تأخذ معركة الكرامة، معركة الدفاع عن رجال ونساء التعليم اللي من حقهم يكون عندهم نظام أساسي كيستجب للمطالب الشرعية والتاريخية والموضوعية لرجال التعليم. من حقهم أيضا تحسن وضعيتهم زيادة عامة في الأجور، لأنه الدولة من خلال اتفاق ديال 30 أبريل للأسف لم تحترم التزاماتها لأكثر من سنتين، والاتفاق موقع من طرف رئيس الحكومة ومن طرف الحكومة على الزيادة العامة في الأجور وعلى الحوار القطاعي وعلى تسوية هذه المطالب، لكن للأسف هناك نية مبيتة ديال ضرب الحقوق والمكتسبات وراهم ما كيوجدوا. وحنا كنقول لهم حتى حنا راه حنا مستعدين، لأن عارفين أنهم مهيئين أكبر المآسي هو نظام التقاعد. المشروع اللي غادي يضرب المكتسبات ديال التقاعد ليس فقط لرجال التعليم ولكن للوظيفة العمومية والقطاع الخاص أيضا. وهناك مشروع آخر يحضر باش يمنع الحركة النقابية التاريخية باش تأدي الدور ديالها الاحتجاجي بتكبيل الحق التاريخي والدستوري والكوني ديال الحق في الإضراب. كلها آليات تحضر من طرف الدولة للمس بالوضع الاجتماعي والمس المكتسبات الاجتماعية. وهذه الصورة اليوم للأسف احنا قلنا لهم العديد من المناسبات، هاد رجال الأمن بدل أن يتوجهوا إلى المسيرات السلمية الاحتجاجية المعبرة عن مآسي ديال الشعب المغربي وعلى الظلم الاجتماعي. وانتم شفتوا هي بالامس المكتب التنفيذي اصدر بيان حول السرقه ديال اللوبيات ديال المحروقات وحول ضرب القدره الشرائيه ديال المواطنين وحول التواطؤات اللي كاينه في داخل المؤسسات. اليوم هاد رجال الامن خصهم يتجهوا، راه نسبه الفساد في المغرب تعدات 50 مليار ديال الدرهم اللي يمكن تشيد بها جامعات ومستشفيات وتزيد فيها في الاجور، لكن للأسف كيمشيو للمواطن، قمع المواطن. إذا مرات أخرى نحن نحتاج ونلتجئ لكل الوسائل القانونية والشرعية، ما غنبقاوش إلى حدود تنديد بهذا المنع. سنلتجئ إلى منظمة العمل الدولية، لأن حق الاحتجاج حق مشروع، والكونفدرالية الديمقراطية الشغل ستكون مضطرة مرات أخرى إلى تقديم شكاية لدى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة المغربية، لأن حكومة القمع والمنع والاستبداد. إذن هذه كلها آليات. نؤكد مرة أخرى شكرا باسم المكتب التنفيذي على حضوركم وعلى نضاليتكم، وأن ساحة النضال ستستمر داخل الكونفدرالية الديمقراطية الشغل، وسنواجه كل المؤامرات اللي كتستهدف العمل النضالي النقابي الكونفدرالي، وكتستهدف المطالب ديال الطبقة العاملة، وكتستهدف الوضع الاجتماعي ديال المغاربة بصفة عامة. شكرا لكم.